بمناسبة عيد الأضحى المبارك لهذه السنة وعلى غرار السنوات الماضية، كتقوم شركة الدار البيضاء للخدمات بالتنسيق مع مجلس جماعة الدار البيضاء بخدمة للمواطن البيضاوي. هذه الخدمة ديال الإيواء الأكباش ديال يوم العيد، يومين قبل العيد، أي يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء، استقبال هذه الأكباش، ونقوم بذبح هذه الأكباش يوم العيد وتسليمها للبروبريتير ديالها. فكنقوم بهذه العملية في مجازر الحضرية الدار البيضاء الموجودة بشارع 10 مارس بسيدي عثمان بالدار البيضاء. فالمجزرة ديال الدار البيضاء هي مجزرة معتمدة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية، وكذلك فهي مجزرة حاصلة على شواهد الجودة. لذلك فداخل هاد المجزرة كنقوم بواحد الخدمة اللي هي كتحترم جميع المعايير السلامة الصحية القيام بها في منتوجات اللحوم الحمراء. فنستقبل كيف قلت لكم يومين الثلاثاء والاربعاء الاكباش، كنرقموهم كنديرهم في اسطبلات خاصه بالاغنام، وبعد ذلك يوم العيد نقوم بذبح هذه الاكباش وتهيئها في ظروف احسن كتحترم الجوده ديالها، وتسليمها في التوقيت المحدد للبروبريتير ديالها. فكنسهروا على اننا نحترموا هذا التوقيت ديال تسليم يوم العيد الاكباش. فكذلك الأثمنة ديال هذه الخدمة هي 240 درهم لكل كبش مع احتساب الرسوم، وكذلك 24 درهم في كل كبش وكل يوم. أنا من الأشخاص الأوائل اللي ساهموا واللي بادروا باش نجيب الأضحية ديالي لمجازر الدار البيضاء. قبل شي سنين الآن أنا كنت من الأولين، كنا احنا 30 شخص، الآن العدد بحمد الله تكاثر وزاد عام على عام، نظرا لأن الظروف ديال استقبال أضاحي أو إعطاء يوم عيد الأضحى كتكون بواحد الظروف حسنة، وكتراعي جميع المقاييس الصحية والبيئيه اللي كاينه سميتو اللي كتعرفها مدينه الدار البيضاء. فهاد الطريقه اللي كاينه الان هي مواتيه ومناسبه لمثل هاد المناسبه. كان تردد بالطبع في الاول، ولكن سنه بعد اخرى كنلاحظ بان التزايد ديال اعداد المواطنين اللي كيجيبوا الاكباش ديالهم لهذا المكان هذا، وهذا وعام على عام كيتزادوا فعلا الظروف اللوجستيكيه ديال الاستقبال وديال توزيع نهار العيد، او كل عام كنلاحظوا تغيير الى ما هو احسن. هذا هو اللي مزيان.